طيب هنكمل بقى بقية موضوعنا النهاردة إن شاء الله. الموضوع الجديد اللي هنبدأ فيه اللي هو موضوع الهيستوري. بص بقى كده يا سيدي، أي حاجة بتكتبها على الترمينال عندك، أي حاجة بتكتبها على الترمينال عندك، الترمينال بيسجلها ها لحد ما أنت تحاول تسترجعها مرة تانية. إزاي يعني؟ بص لي كده، أنا كتبت دلوقتي شوية أوامر من شوية صح؟ فاكر الأمر اللي اسمه مان ال اس ومان ان ام سي ال اي وانفو ان ام سي ال اي، كل الاوامر دي فاكر؟ بص كده لو ضغطت بالاسهم فوق وتحت ايه اللي هيحصل؟ لو ضغطت لفوق كده بيجيب لك الامر اللي قبل كده، شايف؟ فاكر الاوامر دي؟ ايه ده؟ مش ده انا كنت كاتبه من شويه؟ فاكر الامر اللي كنا خدناه امبارح دي بينج الجيت واي؟ لا لا لا، مش ده انا كنت بعمله امبارح؟ وان ام سي ال اي فاكر؟ ايه ده؟ مش ده انا كنت عامله امبارح؟ حد فيكم فاكر؟ طب لو رجعت كده نزلت لتحت ها، طب هو السيستم عارف الاوامر دي اللي كنت كاتبها قبل كده منين؟ قال لك السيستم عندك بيخزن حاجه اسمها ها الهيستوري. ايه الهيستوري ده؟ الهيستوري ده اللي هو عباره عن قايمه كده بكل الاوامر اللي انت كتبتها عندك على السيستم، قايمه بكل الاوامر اللي كتبتها عندك على السيستم. طب الهيستوري ده بيتخزن فين؟ قال لك الهيستوري ده بتخزن لكل يوزر على جنب لوحده. يعني عندك يوزر اسمه مصطفى، مصطفى هيكون له هيستوري الخاص بيه، احمد احمد له هيستوري الخاص بيه، محمد محمد له هيستوري الخاص بيه، الروت له هيستوري الخاص بيه. طب السيستم هيحتفظ بالاوامر دي فين؟ قال لك لكل يوزر في الهوم دايركتوري بتاعته، لكل يوزر في الهوم دايركتوري بتاعته هتلاقي موجود ايه؟ ملف هيستوري خاص بيه كده اسمه دوت باش اندرسكور هيستوري، وهتلاقيه ملف هيدن، شايف بيبدا بدوت اهو عندنا، بيبدا بدوت، ده معناه ان هو ايه؟ ها معناه ان هو هيدن خلاص كده. بص كده ادي الملف موجود اهو. طب لو جيت عملت له كده لس، ايه ده؟ مش دي الامر اللي انا كنت بكتبها فاكر؟ مش ده اللي انا كنت بكتبه كله؟ هتقول لي معنى كده، طب ما كده في مشكله يا عم، ان كده ممكن اي يوزر يكتب اي حاجه فيطلع اليوزر تاني يعمل ايه؟ يشوف الحاجات دي. هقول لك لا، خليك فاكر دايما الهيستوري بير يوزر، يعني كل يوزر له ملف الخاص بيه، مفيش يوزر تاني يقدر يقراه. طبعا قلت لك الروت حاله استثنائيه لان الروت له فول اكسس للسيستم، تمام؟ خلينا نكون متفقين الروت حاله استثنائيه لان الروت له فول اكسس، يعني يقدر يقرا ملفات اي حد او يعدل ملفات اي حد، ماشي كده؟ طيب معنى كده ان مصطفى هيبقى له الاوامر الخاصه بيه بتاعته هو كمصطفى، واحمد له الاوامر بتاعته الخاصه بيه كاحمد، ماشي؟ لو جيت كده عملت كده ال اس سلاش هوم، انا كان عندي هنا يوزرز ايوه مصطفى، هتلاقي المصطفى ملف اسمه دوت باش اندرسكور هيستوري، ده خاص بمصطفى، ماشي؟ طب ولو جيت بصيت كده ال اس سلاش هوم يوزر واحد، هتلاقي له ملف اسمه دوت باش اندرسكور هيستوري. شايف ده موجود فين؟ وشايف ده موجود فين؟ ده موجود في مكان وده في مكان تاني، ده خاص بيوزر وده بيوزر تاني خالص. يبقى ما تفتكرش ان معنى انت عندك هيستوري ان الدنيا هتبقى متلخبطه على بعض، اي حد يكتب اي امر التاني يشوف هو بيعمل ايه. لا طبعا مش للدرجه دي يعني، ماشي؟ طيب كلام جميل. لو عايز تعرف كل الامر اللي انت نفذتها على التيرمينال عندك، في عندك امر اسمه هيستوري كده، الامر اللي اسمه هيستوري هيعرض لك كل اللي انت كتبته اهو، شايف؟ وهيعرض لك كل امر بالايه كمان ها، بالرقم بتاعه، هيعرض لك كل امر بالرقم بتاعه، شايف؟ خدت بالك؟ ها تمام كده. طب مثلا مثلا فرضا تعالى كده هيستوري، عندك الامر رقم يا سيدي كام كام كام، وليكن 1013، عايز تنفذ الامر رقم 1013، ترتيب الامر ده ترتيبه في الهيستوري عندك رقم كام؟ لا مش كام امر، ترتيبه في الهيستوري رقم كام؟ تمام كده. طب بص لي كده، عندي الامر رقم 1013 في الهيستوري، الامر اللي دخلته وكان ترتيبه 1013 للمكنه اهو، شايف؟ بص كده لو جيت اقول له كده انا عايز انفذ الامر رقم 113. بالمناسبه قبل اي حاجه، لو جيت عملت كده
علامتين التعجب دول او اكسكليميشن مارك هينفذ لك اخر امر انت نفذته. يعني بص لو عملت ال اس كده وجيت عملت العلامتين دول، ها بينفذ اخر امر. خدت بالك؟ وضحت الحكايه دي؟ ها طب لو عايز تنفذ الامر مثلا رقم 1014 اهو، هتقول له كده علامه التعجب دي بعد كده 1014. الامر رقم 1014 كان بيعمل ايه؟ 1014 اهو كان بيعمل ال اس داش ال ايه. ها بص كده لما نفذته راح منفذ ايه؟ هو نفسي قال لي الامر كان كذا وراح رايح منفذه. ها ايه رايك؟ تمام كده؟ في مشكله كده في الحته دي؟ طيب كلام جميل، تعالى كده هيستوري مره تانية. طيب يبقى لو عايز تنفذ اي امر في الهيستوري ممكن تكتب الاكسكليميشن وبعد كده ايه؟ بعد كده ايه رقم الامر ده. طيب مثلا انا عايز انفذ اخر امر كان بيبدا باي، عايز انفذ اخر امر كان بيبدا باي. ايه اخر امر كان بيبدا باي عندك؟ ها شايف انفو فاكر؟ لو ضغطت كده اي وكملت اوتوماتيك راح لمين يا عم؟ راح رايح منفذ الامر ده. يبقى لو عايز تنفذ اخر امر كان بيبدا بحاجه، شايف هو اوتوماتيك بقى ايه؟ عايز مثلا تنفذ اخر امر كان بيبدا ببي اهو، بي اهو اخر امر كان بيبدا ببي كان اسمه ايه؟ باسورد، فاكر اللي احنا عملناه اهو. طب لو عايز اخر امر كان بيبدا ببي اي اهو، بي اي كان ايه الامر ده؟ كان الامر ده بينج جيت واي يا اسطى امبارح اللي احنا خدناها. شفت بقى؟ وضحت؟ طيب كلام جميل، تعال ننفذ الامر اللي اسمه يشتري تاني كده. عندي ايه تاني يا سيدي؟ عندي ايه تاني؟ بص لي كده، انا عايز انفذ الامر رقم وليكن الامر الرابع من تحت. الامر الرابع من تحت اهو، ادا 1 2 3 4. ها ممكن اقول له كده اكسكليميشن داش 4 داش 4 هينفذ الامر ان هو الرابع من تحت ده. بص كده راح نفذه اهو. الامر الرابع من تحت عندي كان كام او كان ايه؟ انفو ان ام سي ال اي. طيب في عندك حاجه كمان؟ لو انت قلت له كده عارف ده معناه ايه؟ ها هيروح ينفذ الامر رقم 4، انما كده هينفذ الامر رقم 4 من تحت. خليك فاكر الحكايه دي، خليك فاكر الفرق بين الاثنين. ها وصلت؟ حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ طيب عايز اقول لك بقى على خازوق بيحصل مع الهيستوري، عايز اقول لك على خازوق بيحصل مع الهيستوري. هو الهيستوري ده اي امر بتكتبه بيتكتب في الهيستوري على طول؟ اي امر بتكتبه بيتكتب في الهيستوري على طول؟ بص لي كده الامر اللي اسمه هيستوري نفسه اهون خلاص، وبص كده الملف اللي اسمه دوت باش اندرسكور هيستوري. خلي بالك فاكر الامر اللي اسمه هيستوري كان اخر حاجه فيه ايه؟ ها الامر رقم 1040 ومش عارف انفو ان ام سي ال اي هيستوري بين جيت واي. طيب بص لي كده اعرض الملف نفسه، اعرض اللي جوه الملف دلوقتي حاليا. بص هتلاقي ايه؟ ايه ده؟ ده اخر حاجات فيه. هل دي اخر حاجات اللي انا كنت منفذها؟ شايف؟ هل ده مطابق لده؟ ايه يا عم ده؟ ده في حاجات تانية اتكتبت ده بس مش ظاهرة، ده انا اللي ظاهرة عندي بس كده؟ ايه ده؟ اشمعنى الحاجات دي ما اتكتبتش هنا؟ الحاجات دي ما راحتش ليه اتكتبت؟ خدت بالك؟ معنى كده، معنى كده ايه؟ ها ده جاب لحد النهارده لحد وات از ويرز بس كده وخلاص، انما اللي في الهيستوري نفسه اللي في الامر نفسه جايب لك كلام كتير بعدها كمان. ايه يا عم ده؟ عشان اقول لك الاجابه بتاع السؤال ده لازم تفهم حاجه واحده بس، ان الهيستوري بتاعك بيتكتب في البفر، يعني بيتكتب في الرام. اي امر بتكتبه دلوقتي بيتخزن كهيستوري في الرام. طب امتى بيتاخد من الرام من البفر بتاعك يتحط
في الملف نفسه، يعني امتى بيتاخد من الرام يتخزن في الملف ده اللي اسمه دوباش اندرسكور هيستوري ده. ها، اول ما بتيجي تعمل لوج اوت، اول ما بتيجي تعمل لوج اوت بيعمل ايه؟ بياخد اللي كان موجود في البفر في الرام، هوب يروح حاططها فين؟ في الملف. طيب عارف ده معنى ايه؟ الخازوق بقى اللي بيحصل كالاتي، لو الجهاز بتاعك او لو انت ما عملتش لوج اوت بشكل طبيعي، ماشي، ايه اللي هيحصل؟ ها، الكيرنل مش هيلحق ياخد اللي في البفر يحطه في الملف. يعني ايه؟ يعني بص كده هديك مثال، انت قاعد في البيت كده عملتك تشتغل وهوب راحت الكهرباء، راحت قطع، هل الكيرنل هيلحق ياخد اللي كان مكتوب في الميموري يرميه على الديسك في الملف ده؟ ها، مش هيلحق. ده معناه ايه؟ ان اخر اوامر نفذتها، هل كل الاوامر حصل لها لوس؟ لا، الاوامر نفذتها ولسه موجوده في البفر بس. الاوامر نفذتها ولسه موجوده في البفر بس. طب بقيه الاوامر يا عم؟ قال لك لا لا، اللي كان موجود في الملف زي ما هو، اللي كان موجود في الملف خلاص سيبه زي ما هو، انما اللي خلاص اللي راح منك دلوقتي مين؟ اللي كان موجود في البفر ولسه ايه؟ ولسه ما اتنقلش لمين؟ للديسك. طب هو امتى اصلا بيتنقل؟ قال لك لما بتعمل لوج اوت او تعمل شات داون للماشين بشكل طبيعي. فبفرض انت عملت بشكل غير طبيعي، زي مثلا واحد راح جاي معدي هوب راح ساحب لك الكابل، قاعد في مثلا في حته زي ام الدنيا كده وكل شويه الكهرباء تفصل عنك. لا يا عم، مفيش الكلام ده بقى، انسى الكلام ده خالص، الكهرباء فصلت مع السلامه، البفر بتاعك راح. ماشي، ها، حد عنده اي مشكله؟ طيب كلام جميل. اخر حاجه بقى عشان ايه اطلق سراحكم النهارده، لو انت عايز تمسح كل الهيستوري بتاعك كده، في عندك امر اسمه هيستوري داش سي. لو جيت تقول له الامر اللي اسمه هيستوري مره تانية، بص انا بحاول اطلع فوق وانزل تحت اهو، لو جيت تقول له هيستوري كده ما عادش اي حاجه خلاص، مع السلامه، شكرا، خلاص بخ. طيب بص كده، لو جيت تقول له كات دوت باش اندرسكور هيستوري هتلاقي لسه الاوامر موجوده، معنى كده ان لسه الحاجات ما اتمسحتش بشكل كامل. خليك فاكر الحكايه دي، انا مش هيمسح، مش هيمسح اللي في الملف الا امتى؟ ها، مش هيمسح اللي في الملف الا امتى؟ الا لما تعمل لوج اوت بقى. خليك فاكر الحكايه دي، خليك فاكر الحكايه دي. يبقى لو جيت عملت هيستوري داش سي، هل بيمسح اللي في الملف دلوقتي؟ لا، ده مسح اللي في البفر. طب امتى هيمسح اللي في الملف كمان؟ ها، اول ما تعمل ايه؟ اول ما تعمل لوج اوت. ماشي، طب عايز تمسح اللي في الملف كله وتنجز نفسك دلوقتي، ممكن تقول له كده ايكو اي حاجه كده وحطها في الملف اللي اسمه دوت باش اندرسكور هيستوري ده، انت لو عايز بقى تمسح بجد اللي في موجود في الملف دلوقتي. خلاص، مش ايكو كده؟ اه صح، ايكو كده، ايكو كده مظبوط. مش اوعى تعمل لي علامتين، على العلامتين دول هي واحده بس، خليك فاكر على واحده كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل اوفر رايت، انما علامتين كانت بتعمل ابند، كانت بتضيف على اللي كان موجود قبل كده. ماشي، طيب كلام جميل. لو جينا بقى نقول له دلوقتي ايه؟ كات دوت باش اندرسكور هيستوري، ايه اللي موجود فيه؟ خلاص يا عم، مع السلامه، وصلت؟ شفت فوائد الريدايركشن اللي خدناها في الاول؟ ها، شفت فوائد الريدايركشن؟ حلو جدا. حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ ها، طيب عايز اقول لك بس على حاجه، هو الهيستوري بتاعك بيتكتب لحد كام امر؟ الهيستوري بتاعك بيتكتب لحد كام امر؟ ها، لحد 100 امر مثلا؟ 200؟ طب 300؟ لا، 500؟ 1000؟ انا ما اعرفش، انا عارف ان هو 1000 بالمناسبه، انا عارف ان هو 1000، بس لو عايز تعرف كده ممكن تقول له كده ايكو في عندك حاجه اسمها هيست سايز، الهيستوري سايز. بص الهيستوري سايز بتاعك قد ايه؟ بمناسبه دي حاجه اسمها فاريبل، هكلمك على الفاريبلز كلها كمان كام يوم لما نخش في الشيل سكريبتنج ان شاء الله. لما نخش في الشيل سكريبتنج هكلمك على الحاجات دي كلها، بس بص لي كده الهيستوري سايز بتاعك قد ايه؟ 1000 امر، معنى كده ان الهيستوري بتاعك ممكن يشيل لحد كام امر؟ ها؟ لحد 1000. بالمناسبه انت ممكن تتيون الكلام ده وتخليها بدل ما هي 1000 تخليها 2000 3 4، محدش هيقول لك انت بتعمل ايه.
خلاص كده؟ ها حد عنده اي مشكلة؟ صعب الهيستوري؟ طيب الحاجة التانية اللي عايز اكلمك عليها، اللي هي ايه؟ الاوتو كومبليت. الاوتو كومبليت خلاص. ايه موضوع الاوتو كومبليت ده؟ موضوع الاوتو كومبليت ده اي حاجة بتكتبها وعايز تكملها اضغط دبل تاب. بص ايه اللي بيحصل، ها هيعرض لك كل حاجة بتبدأ بنفس الحروف دي. طب زودت سي، بص كده راح مكمل الكلمة على بعضها. بص كده كن مثلا ان ام سي ال اي وجيت ضغط دبل تاب قال لك ايه، ها عمل لك اوتو كومبليت مثلا سي راح مكمل الكلمة. طب كمان دبل تاب عمل ايه، ها عرض لك بقية الاوبشنز مثلا دي. لا قال لي في عندي حاجتين داون ودي، اسف داون وديليت، شايف؟ خلاص كده الاوتو كومبليت كمان مش بيشتغل مع الاوامر بس، ممكن يشتغل مع الباثز كمان. ان مثلا ال اس مثلا سلاش يو، بص انا كتبت يو بس ضغطت تاب راح مكمل. طب شير اكتب اس كده او من غير اي حاجه دبل تاب عرض لك كل حاجه موجوده. طب اس قال لك انا في عندي 3 حاجات بيبداوا باس، عايز انهي واحده فيهم؟ اقول له مثلا بتبدا باس اتش راح مكمل الكلمه لوحده. طب مثلا دبل تاب قال لك عندي 230 ريزلت موجودين، ها تعرضهم كلهم؟ هقول له لا، مثلا انا عايز ادور على دوك. قال لي في عندك 4 دايركتوريز بيبداوا بمين؟ او 5 دايركتوريز بيبداوا بدي، انهي واحده انت عايزها؟ طب بتبدا بدي او يا عم، راح مكمل لي بقيه الكلمه، خدت بالك؟ ها واضح الاوتو كومبليت؟ يبقى الاوتو كومبليت هتلاقيه شغال مع الكوماندز ومع بعض الاوبشنز ومع بعض الارجيومنتس. مع الباثز دايما هتلاقيه شغال، مع الباثز هتلاقيه شغال دايما. خلاص كده؟ ها مع الاوامر في اسماء الاوامر هتلاقيه دايما شغال برضه، لكن مع الاوبشنز ما اضمنلكش مع الاوبشنز كلها يبقى شغال. يعني مش كل امر له اوبشن هتلاقي الاوبشن ده بيحصل له اوتو كومبليت، لكن هيحصل مع الامر نفسه وهيحصل مع الارجيومنت بتاعته. خلاص كده؟ بالذات لو الارجيومنت دي باث انا اضمنها لك بنسبه 100%. خلاص؟ طيب عايز تكبر الخط في التيرمينال كنترول شيفت بلس. تعالى كده افتح لك التيرمينال هنا. لو انت على ويندوز طبعا ساعتها هتمشي مع القواعد بتاعت ويندوز هنا. يعني بالذات انا على تيرمينال هنا، انا شغال على كاستم تيرمينال هنا. فانا في عندي هنا كده مثلا فيو اللي هيحكمني، هنا الكوماند تيرمينال زوم اهو اللي بيحكمني هنا الايه للاسف التيرمينال بتاع ويندوز ده نفسه. انما لو انت على لينكس نفسه تعالى هنا كده، تعالى افتح تيرمينال هنا كده. بص انا فاتح تيرمينال من امبارح عايز اعمل زوم كنترول شيفت بلس، كنترول شيفت بلس اهو شايف. طب عايز تصغر كنترول ماينس اهو، وصلت؟ يبقى كنترول شيفت بلس بيعمل زوم، كنترول ماينس بيعمل ايه؟ زوم اوت. او واحد بيعمل زوم ان والتاني بيعمل زوم اوت، ماشي كده؟ كنترول شيفت تي بيفتح تيرمينال جديد، كنترول شيفت تي اهو كمان مره بيفتح تيرمينال جديد او تاب جديده في التيرمينال دي، بيفتح تاب جديده في التيرمينال دي. خلاص ماشي. طيب لو عايز تقفل التيرمينال ده كنترول شيفت دبليو اهو، كنترول شيفت دبليو بيقفل التيرمينال دي او بيقفل التاب بتاع التيرمينال دي بمعنى ادق. ها وضحت؟ ها حد عنده اي مشكله كده؟ حلو جدا الحمد لله، خلصنا كده موضوع الهيستوري وكله زي الفل. ماشي هنكتفي بهذا القدر النهارده، ون ايه ونكمل بكره ان شاء الله. وبكره باذن الله، بدايتنا في الاستورج، بكره بدايتنا في الاستورج. خلاص اسأل يا سيدي.
لو مش شغال الاوتو، الاوتو كومبليت، الاوتو كومبليت دايما هتلاقيه شغال معاك للكوماندز، لاسم الكوماند زي ان ام سي ال اي مثلا او ال اس او اي حاجه. خلاص لو عايز يشتغل لمعظم الاوبشنز بتاع الاوامر زي مثلا ان ام سي ال اي كونكشن، خلاص بيكملها اهو. لو مش شغال فانت محتاج باكج اسمها باش كومبليشن اهو. لو مش بتكمل هتضطر انستول باكج اسمها باش كومبليشن. بمجرد ما اخلص الستورج هدخلك مباشره على مين؟ ها، على الانستوليشن بتاع السوفت وير. هرشقك فيه ان شاء الله كلها يومين اتنين، وهناخده الانستوليشن والان انستوليشن بتاع السوفت وير هناخده كلها كمان يومين. ماشي؟ طيب خلاص ماشي، هنكتفي بهذا القدر النهارده ونكمل ان شاء الله ايه يوم، لا بكره بقى، بكره ان شاء الله بكره نكمل. يوم ايه؟ انا بحسب النهارده الخميس. طيب ماشي، هنكمل بكره ان شاء الله في ميعادنا وخلاص على كده. اشوفكم بكره ان شاء الله وتصبحوا على خير. سلام عليكم.